امبارح تم الإعلان عن زراعة 3,173,000 شجرة حتى الآن بمحافظات الجمهورية، ده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واللي بتستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا استاذه جمانة، صباح الخير على حضرتك وعلى استاذ محمد وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم اهلا بحضرتك يا فندم. واحنا بنتكلم عن هذه المبادره الرئاسيه، مبادره 100 مليون شجره، خلينا نذكر الساده المشاهدين يا فندم باهميه هذه المبادره. يعني خليني اقول لحضرتك بالفعل المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره دي مبادره مخططه على مدار 7 سنوات تبتدي من العام المالي الحالي اللي هو 22-23، وان شاء الله هيتم تنفيذها على مدار ال7 سنوات. 80% من ال 100 مليون شجره، حوالي 80 مليون شجره، ده وزاره التنميه المحليه هتشرف على تنفيذها ان شاء الله، وال 20 مليون المتبقيه هتكون وزارة الإسكان ووزارة البيئة بتشرف عليها. طبعا احنا دلوقتي في خلال 5 شهور الحالية من العام المالي الحالي احنا نفذنا على مستوى المحافظات المصرية 3,173,000 شجرة من إجمالي المستهدف، ودي كانت بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه. لكن لما نيجي نبص المستهدف منها، المستهدف منها انها المبادرة على 9,900 موقع على مستوى 27 محافظة مصرية، مساحتها حوالي 6,600 فدان عشان تكون حدائق مركزية ومحاور، وكذلك الأمر غابات شجرية بتعتمد بشكل رئيسي على مياه الصرف المعالج. بالفعل المحافظات نفذت المستهدف ده. لما نيجي نشوف 2,700,000 تقريبا شجرة، تم زراعة 1,173,000 شجرة في القاهرة، ونيجي كمان 270,000 شجرة في الجيزة، 93,000 شجرة حوالي في الشرقية، 90,000 في كل من الدقهلية والوادي الجديد، 72,000 في إسماعيلية، 63 في أسوان، وهكذا بقية محافظات الجمهورية وصولا إلى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر، كل واحدة فيهم حوالي 23,400 شجرة. طبعا زي ما أكد مع الوزير هشام أمنة أن وردت الوزارة خلال الأيام الماضية فقط حوالي 473,000 شجره بتتضمن 216,000 شجره محافظه القاهره، دول ان شاء الله هيجاري زراعتهم. الاول ده كان تم زراعته بالفعل. كمان في 135,000 شجره لمحافظه الجيزه، 52,000 شجره للقليوبيه، بالاضافه ل 70,000 شجره هتكون ان شاء الله لمحافظه جنوب سيناء، وجاري التوريد لباقي المحافظات المصريه باذن الله تعالى. الجدير بالامر ان بيتعمل ده ربط مع المحافظات بحيث انها بنعد تقارير دوريه للعرض على دوله رئيس مجلس الوزراء ومن ثم القياده السياسيه، لان ده ملف من الملفات المتابعه فيه، بتبقى متابعه يومية لزيادة نوعية الرقعة الخضراء على مستوى المحافظات المصرية. لكن كمان لما نيجي نشوف نوعية الأشجار دي، الأشجار دي في منها ما هو شجر منتج يعني للأخشاب زي الكافور والجزورينا والكونكراس، وفي شجر كمان مثمر زي البرتقال وفواكه زي الجوافة والزيتون والحور الأبيض والليمون والرمان وغيرها من الاصناف اللي بالفعل احنا في بروتوكول مع وزاره الزراعه والانتاج الحربي بحيث ان احنا نورد ده للمحافظات. وطبعا احنا شغالين كمان تشجير، حملات تشجير موسعه على جانبي الطرق السريعه بحيث ان احنا نزود من الجرين او الاخضر، بحيث ان احنا يكون عندنا حدائق مركزيه وبالتالي بنحسن من نوعيه الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري. كذلك الامر ده كله بينعكس على جوده الحياه بالنسبه للمواطن في شكل صحة عامه جيده بالنسبه لاهلنا في المحافظات المصريه. طيب. قطبة بالاضافه طبعا للشق الثاني هو تحقيق الاستفاده الاقتصاديه المثلى بالنسبه للدوله. عظيم. دكتور خالد، الوزاره عندكم بتختص ب 80%، يعني زي ما قلنا كام؟ 80 مليون شجره والباقي مقسم ما بين الاسكان والبيئه. بالنسبه للجزء الخاص بالوزاره عندكم، ازاي بتختاروا الاماكن اللي هتزرعوا فيها شجر، واختيار نوع الشجر
هل بيناسب مكان معين مثلا، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان في اشجار مثمره، فدي مكانها هيكون فين؟ هو بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، هو احنا منذ البدايه منذ العام المالي الحالي في شهر 8 الماضي كده، احنا بالفعل تم مع الوزير خاطب المحافظات بحيث يتم اختيار المواقع المناسبه للزراعه. ده شق. الشق الثاني كمان الحصر بالنسبه لهذه المواقع ومدى ملائمه كل موقع اللي ينفع، يعني محيط المحافظات وخاصه المحافظات اللي عندها ظهير صحراوي دي بيبقى الغابات الشجريه بتبقى اكثر جدوى وفقا رأي اللجان اللي نزلت على الأرض، وده علشان يبقى المحافظة عليها. ده الشق الثاني. كمان فيما يتعلق بالأشجار المثمرة اختاروا برضو المواقع المناسبة ليها بشراكة استراتيجية مع وزارة الزراعة وكذلك وزارة الموارد المائية والري، كما تعلم حضرتك، علشان التوزيع الاستفادة المثلى من المياه اللي موجودة. كذلك الأمر بحيث يعني الأشجار المثمرة توصل لها ميه مختلفه عن بكل تأكيد اللاندسكيب او الاشجار. طب هل فكرتم مثلا تكون في مدارس يا فندم كنشاط زراعي برضو للطلاب بالنسبه للاشجار المثمره؟ هل فكرتم ممكن تكون مثلا في مدارس عشان يكون نشاط زراعي للطلاب؟ هو بالفعل في شراكه استراتيجيه مع الجامعات ومع المدارس كمان يا فندم فيما يتعلق كمان بعمليه الزراعه، وفي جامعات بالفعل خطبتنا واحنا بنتعاون معاها في هذا الشان يا فندم. طب يا فندم، حتى الان ايه اكتر محافظه تم زراعه فيها هذه الاشجار ضمن المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره، ومن المخطط الانتهاء من زراعه ال 100 مليون شجره خلال قد ايه؟ يعني أول محافظة طبعا تتقدم الصدارة 1,173,000 شجرة، دي محافظة القاهرة. يليها 270,000 شجرة للجيزة، يليها 93,600 شجرة الشرقية، ثم تأتي بعد ذلك الدقهلية والوادي الجديد كل منهم 90,000 شجرة، يليهم الإسماعيلية 72,000 شجرة، يليهم أسوان 63,000 شجرة، تأتي بعد ذلك الغربية 61,200 شجرة، يليهم بعد كده بقى البحيرة وبني سويف 54,000 شجرة، ثم تأتي الإسكندرية والمنوفية والمنيا وقنا كل منهم 45,000 شجرة، ثم تأتي بعد كده كفر الشيخ ودمياط وجنوب سيناء. طب الفرق في الأرقام ده إيه يا فندم؟ وهكذا باقي المحافظات المصرية. الخطة الزمنية المحطوطة وفقا لجداول التنفيذ اللي طبعا المتابعة الدورية بتتم عليهم 7.7 مليون شجرة هتكون في العام المالي الحالي، يعني لغاية 30/6 القادم هنكون نفذنا 7.7 مليون، بنهاية إن شاء الله 7 أعوام القادمة هنكون نفذنا ال 100 مليون شجرة بإذن الله تعالى. طيب دكتور خالد، يعني من خلال إجابة حضرتك ذكرت عدد الأشجار اللي تم زرعها في مختلف المحافظات، في اختلاف أو تدرج في عدد الأشجار المنزرعة في المحافظات، الاختلاف ده بيبقى على أساس إيه؟ اولا المساحه المخصصه من جانب المحافظه، ده شق. الشق الثاني ما ننساش ان محافظات الدلتا ان فيها اشجار بالفعل، يعني هنا في يعني مثلا انما الوادي الجديد هنلاقي 90,000 شجر، فطبعا دي المساحه كبيره، الظهير بتاعها الصحراوي كبير، المساحات المخصصه هناك لزراعه الاشجار وعمليه الاصلاح البيئي مثلا على سبيل المثال وفقا للمحافظه اكتر علشان هي محتاجه اكتر وهكذا، يعني في محافظات هي بتبني على اللي موجود عندها بتكمل، في محافظات اخرى اللي هي لها ظهير صحراوي دي بتعمل غابات شجريه عشان تعمل عمليه الاصحاح البيئي وتزود الرقعه الخضراء فيها، وبالتالي الغابات الشجريه بتكون اكثر ملائمه فيها، وفقا للخريطه المكانيه اللي هي الجغرافيه اللي تم تحديدها بالدراسه من خلال المحافظات بالتنسيق مع الوزاره وفرق العمل زملائنا اللي موجودين في الوزاره اللي نزلوا مسحوا 27 محافظه علشان يتم الاختيار بشراكه استراتيجيه مع وزارتي الزراعه والموارد المائيه والري، وبالتالي خلصوا الى ان المساحات دي في الاماكن دي هتؤدي الى النتيجه المثلى ان شاء الله لما تكتمل السبع سنوات باذن الله. طيب هنحافظ عليها ازاي بقى يا فندم؟ يعني مسؤوليه مين الحفاظ عليها؟
المحافظات يا فندم. المسؤولية طبعا احنا عندنا في المحافظات قطاعات فنية زي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي وبالتالي كل ما هو ظهير صحراوي طبعا مياه الصرف المعالجة دي هيتم التنسيق مع الزملاء هناك، بحيث المحافظات هي اللي هتتابع هذا الأمر. خليني أقول لحضرتك أن هذه المبادرة في شكلها المباشر أن احنا بنزود الأخضر، في شكلها كمان غير المباشر زي ما حضرتك تكرمت كده، هناك زراعة فهناك فرص عمل حقيقية بيتم توفيرها، وهناك صيانة فهناك فرص عمل حقيقية هيتم توفيرها للحفاظ على هذه المساحات الخضراء. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، بنشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.